مرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، إلى أبرز العناوين. المشاهد نت، منظمة حقوقية تكشف عن مصير الأطفال الذين اختفوا عن أسرهم في مدن يمنية. عدن الغد، وداع حزين لمقهى جمع أهالي أبيان لخمسة عقود. سبتمبر نت، ميليشيا الحوثي في إب تخلي مستشفى الثورة من المرضى وتخصصه لجرحها. ومن أخبارنا المنوعة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر تطالب بإيقاف الطلاق بدعوى مرض الزوجة. لم تتوقف الأسر عن البحث عن أبنائها الذين لم يتركوا نبأ عن وجهتهم وفقا لموقع مشاهد نت، فمنظمة حقوقية تكشف عن مصير الأطفال الذين اختفوا عن أسرهم في اليمن. كشفت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان عن تلقيها بلاغات عن اختفاء أطفال من مدارسهم، واطلعت على توجيهات من قيادات حوثية تدعو إلى تفعيل التجنيد الإجباري ورفض جبهات القتال. وأشارت المنظمة إلى أن هناك أسماء لقيادات ومدارس ومعسكرات جهزت لاستقبال الأطفال من محافظتي إب وحجة، ورصدت انتهاكات أخرى، منها مقتل 84 طفل وإصابة 74 آخرين بقصف الميليشيا ومن غارات التحالف. وناشدت منظمة سام المنظمات الدولية والمحلية التي يسمح لها بحرية العمل في صنعاء، طالبت بكشف الانتهاكات وبتوثيقها ومساعدة الرأي العام العالمي والمحلي لمعرفة ما يدور من انتهاكات. لماذا توقفت جبهات القتال في الضالع؟ يتساءل موقع بوست في تقريره الذي نشر على صفحته الرئيسية. قال إنه منذ أكثر من عامين ونصف العام لم يزل الجندي أديب الدبيس يرابط في مترسه الأول بقطاع يعيس في جبهة مريس شمال الضالع، فيما رفيقه الآخر حمدي المنصوب قائد موقع ظفار في جبهة حمك يواصل قتاله ضد ميليشيا الحوثي بمعية رفاقه منذ دحر الميليشيات من محافظة الضالع في 8 أغسطس عام 2015. وفي يعيس وظفار ويبار وقطاع خشبة وفي جبهتي مريس وحمك بمحافظة الضالع توقفت عمليات الجيش الوطني، ومنذ ذلك التاريخ تحولت الجبهتان إلى جبهتي صد دون تحقيق أي تقدم يذكر من قبل الجانبين. ويشير عضو المركز الإعلامي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية فوزي المريسي في حديث لموقع بوست يشير إلى جملة من الأسباب يرى أنها أدت إلى توقف جبهة مريس، ومنها عدم الإسناد الكافي من قبل المقاومة الجنوبية لجبهة مريس وغياب الدعم اللازم من قبل الشرعية. العديد من العناوين نطالعها سويا من صحيفة أخبار اليوم الصادرة من عدن، أبرزها بن داغري يقول لرئيس الجمهورية إنقاذ اقتصاد ينهار أولى من بقاء الحكومة. عنوان متصل، الرئيس يضع ولي عهد السعودية أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن. عنوان آخر، محلة الصرافة في عدن توقف تعاملات بيع وشراء العملات الأجنبية. عنوان يأتينا أيضا عن الرئاسة التي تبشر بانفراج قريب لأزمة انهيار العملة. اليوم الحادي عشر من نوفمبر الماضي خرج الرئيس هادي بعد لقائه بمحمد بن سلمان ليصرح أن ولي عهد السعودي وافق على وضع وديعة نقدية في البنك المركزي بمبلغ 2 ملياري دولار لدعم العملة، كما قال يومها أن المملكة ستدعم خطة إعادة الإعمار في المحافظات المحررة ابتداء من شهر يناير عام 2018. وهكذا بدأ صدام الكمالي مقاله المنشور في موقع بوست، مضيفا في أجزاء من المقالة. وعود ولي العهد جاءت بعد تقارير أكدت تراجع السعودية عن تعهداتها لليمن، وكذا عرقلتها اجتماعا للمانحين كان مقررا نهاية سبتمبر أيلول الماضي في نيويورك. قبل هذه الوعود بأشهر كان هادي قد أعلن، وتحديدا في 19 من فبراير 2017، موافقة الحكومة السعودية على وضع 2 ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية التي كانت في حينها بحدود 300 ريال للدولار.
تسارعت بعدها وتيرة تهاوي الريال حتى وصل أمام الدولار هذا الأسبوع إلى 520 ريالا، وما أثار فزع اليمنيين من انهيار اقتصادي شامل وارتفاع جنوني لأسعار السلع، ودفع بالمواطنين للخروج في تظاهرة بمحافظة تعز أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، دعا خلالها المتظاهرون الحكومة إلى إنقاذ العملة بشكل عاجل. وفي المسلسل السعودي للتعامل مع الحكومة اليمنية، كانت السلطات اليمنية طلبت من وزارة النفط السعودية تزويدها بحدود 1.5 مليون برميل من الوقود شهريا لمدة عام عبر شركة أرامكو، وطلبت تسهيلات في السداد وشروطا تفضيلية، إلا أن الحكومة السعودية رفضت منح تسهيلات في السداد واقترحت توقيع اتفاق مقايضة يتم بموجبه تحويل عائدات النفط الخام اليمني لصالح شركة أرامكو مقابل شحنات الوقود السعودية لليمن. اليوم بعد هذا الانهيار غير المسبوق للريال، خرجت الحكومة ببيان قالت فيه أنها كثفت التواصل للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية، وكأن كل تلك الوعود الكاذبة لم تعلمهم أن السعودية لا نية لها في إنقاذ العملة اليمنية. قال مصدر حكومي رفيع لموقع مصدر أونلاين إن الوديعة البنكية التي وعدت السعودية بتقديمها لليمن مشروطة بتغيير حكومي يضمن الاستفادة منها وفقاً لرؤية مشتركة بين الجانبين. أشار المصدر إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أحمد بن داغر هي استباقية لتغييرات يتوقع أن تطيح به من منصبه، معتبرا هذه التصريحات عبارة عن استقالة مسبقة بغرض تسجيل موقف. قال المصدر أيضا إن سبب تأخير الوديعة السعودية هو مخاوف من تبديدها دون تحقيق الاستفادة منها، كما جرى تبديد مبالغ سابقة أبرزها المبالغ المالية التي تم طباعتها في روسيا. ووفقا للموقع فترى دول التحالف أن الأوعية المالية بوضعها الحالي غير مؤهلة لاستيعاب وإدارة أي مبالغ مالية. وطبقا للمصدر فإن الجانب السعودي أبدى اعتراضه على الإدارة الحالية للبنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ نصر قعيطي الذي يقيم في الأردن، وفي طريقة إدارة الحكومة للجانب الاقتصادي. وكان بن داغر قد طالب دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإنقاذ العملة اليمنية من التدهور بعد أن وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 510 ريالات. كيف يمكن للحكومة اليمنية تجاوز أزمة انهيار العملة المحلية؟ يتساءل موقع يمن مونيتور في أحد تقاريره مفيدا أن ذلك ممكن عبر تعزيز تصدير النفط إلى خارج البلاد وإيجاد حلول بديلة بتشغيل الجمارك والموانئ. يتراجع التقرير بقوله إن هناك معوقات تحول دون ذلك، حيث قالت مؤسسة موانئ خليج عدن أن التحالف قالت إن التحالف يمنع دخول 13 سفينة منذ أكتوبر الماضي رغم قدرة ميناء عدن ورغم جاهزيته لاستقبالها. أضاف التقرير يعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي، لكنهما اطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق أوسع، وذلك وفقا للموقع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام، حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين. بحثا عن شرق آخر، كتب مقالة حول هذا العنوان الروائي العربي المعروف وسين الأعرج، وقال في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي: أي شرق نريد؟ الشرق المصنع الذي ابتدعته اتفاقيات سايس بيكو وكل ما تلاها لتمزيق ما بقي واقفا بعد الانهيارات العثمانية والهزائم المتتالية، أم شرقا آخر أكثر اتساعا ونورا وثقافة وتبادلا وتنورا صنعته التجارب الثقافية والدينية وكون لحمة قوية؟ قد يبدو ذلك حلما صعبا، لكنه حلم بديل في عالم يتحلل باستمرار ويعاد تكوينه. التاريخ جعل في وقت من الأوقات هذا الشرق ممكنا بقوة، وخلق حضارة تبادلية بين مختلف أطرافه من خلال انتساب جزء كبير من العالم العربي إليها، والهند والسند وبلاد فارس وتركيا وجزء من الصين وجزء كبير من روسيا والدول التي ارتبطت بها واستقر فيها الإسلام وأندونيسيا وغيرها.
الحروب والصراعات انتهت وانتقلت العلاقة من الديني إلى المشترك الحضاري، وبقيت الذاكرة الجمعية التي يمكنها أن تتوحد في مواجهة عالم يزداد كل يوم ضراوة وتوحشا وخطرا على الجميع. هذا الشرق الجديد الذي يبدو مستحيلا اليوم ممكن التكون على امتداد متوسط أو طويل، ويمكن أن يعاد بعث الروح فيه من جديد وأن نراه ينشأ من خلال دول قليلة يجمع بينها المصير المشترك قبل أن يمس البقية. علق موقع سبتمبر نت في أحد تقاريره عن تعامل ميليشيا الحوثي مع ما كان اليمنيون يعتقدون أنها مؤسساتهم. عنوان الموقع: ميليشيا الحوثي في إب تخلي مستشفى الثورة من المرضى وتخصصه لجرحاها. قال الموقع: أخلت ميليشيا الحوثي مستشفى الثورة العام في محافظة إب من المرضى بشكل كامل نتيجة لكثرة أعداد جرحاها القادمين من جبهات القتال. وقالت مصادر طبية لسبتمبر نت إن الميليشيا أخلت كلياً أقسام الرقود في هيئة المستشفى من المرضى وخصصته لجرحاها القادمين من جبهات الحديدة وتعز. المصادر أكدت أن أعداداً كبيرة من جرحى الحوثيين وصلت المستشفى، ويعتقد أن من بينهم قيادات ميدانية. ولم تسمح الميليشيا ببقاء أو استقبال المرضى من المواطنين. يعلق موقع عدن الغد حول إغلاق أول مقهى شعبي عرفه أهالي مدينة جعار. حفل وداع حزين لأقدم مقاهي أبين. قال الموقع: سيتوقف خلال الأيام القليلة المقبلة أقدم المقاهي الشعبية في مدينة جعار في أبين عن العمل بعد أن أمضى في العمل أكثر من 5 عقود. يضيف الموقع: يقع المقهى وسط مدينة جعار ويعرف بمقهى الشيوبة، ولعقود ظل بمثابة مرجعية شعبية يلتقي فيه الناس ويتداولون أخبار البلاد وأهلها. وبدأت الثلاثاء أعمال إزالة للمقهى بعد أن اشتراه أحد التجار تمهيدا لتحويله إلى محل تجاري. يعلق موقع عدن الغد: فيما كان عمال الإزالة يستعدون لإنهاء المقهى، لم يمنع مالك المقهى سعيد علي با حيدان نفسه من البكاء على أحد أكثر الأماكن التي قضى فيها سنين عمره. سعيد لم يعد سعيد. بعد الفاصل سنعود إلى الصحافة العربية والعالمية ولأخبارنا المتنوعة، فابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد إلى العرب الجديد. يعاني سوق الأدوية في اليمن من نقص حاد في العلاجات الهامة والمنقذة للحياة، مع انعدام بعضها دون أي جهود حقيقية تبذلها الجهات المعنية لتوفيرها. وقد تسببت الأزمة الراهنة نتيجة الحرب الدائرة في البلاد باختفاء أصناف من أدوية هامة وفي ارتفاع أسعار المتوفر منها إلى ضعفين، وفي مقدمة العلاجات التي انعدمت نذكر أدوية الأورام والقلب والتخدير وتلك الخاصة بأمراض الكلى والأمراض النفسية والعصبية وغيرها. ويصف الأطباء الأدوية لمرضاهم، فتبدأ رحلة بحث لهؤلاء في الصيدليات دون جدوى، وهو ما دفع كثيرين إلى التخلي عن علاجاتهم، الأمر الذي تسبب بمشكلات صحية خطيرة. المواطن خالد القدسي يخبر عن نفسه للعرب الجديد، يخبر عن معاناته في رحلة البحث عن علاج لوالده بعدما جرى إسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء. يقول أن الأطباء قرروا وصف مغذيات خاصة بعلاج نقص الألبومين، علما أن الوحدة منها تكلف 15,000 ريال يمني، وقد تمكنت من توفير 14 وحدة بصعوبة بالغة نظرا لعدم توفر هذا الدواء في الصيدليات. الصيدلاني يقول في صنعاء، يقول
مفيد الحكيمي يؤكد عدم توفر عدد كبير من الأدوية، ويقول أيضا للعربي الجديد أن ثمة أدوية ضرورية اختفت تماما أو إنها متوفرة في بعض الصيدليات مع زيادة في أسعارها تصل إلى ضعفي ما كانت عليه، وهذا الوضع قضى على عدد كبير من مرضى السرطان والفشل الكلوي. شركات الأدوية تشكو من اختفاء أدوية مهمة لحياة المرضى جراء تأخر الشحن، الأمر الذي يجبر التجار على تحمل تكلفة مضاعفة، وهذا ما يحد من الاستيراد. الشرق الأوسط نقلت عن الرئيس هادي اتهامه ميليشيا الحوثي بالغدر وعدم الاعتراف بمرجعية السلام، ووصفه لها بأنها جماعة دموية تقود حروبا بالوكالة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه في الرياض مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي أطلعه على نتائج المشاورات التي أجراها نائبه معين شريم قبل أيام مع قيادة ميليشيا الحوثي في صنعاء في سياق مساعي السلام الأممية. وأبدى الرئيس هادي خلال اللقاء حرص حكومته الشرعية على تحقيق السلام انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، إلى أنه اتهم الميليشيا بأنها لا تعترف بمرجعية السلام ولا بالقرارات الأممية ذات الصلة، ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادرت حقوقه في العيش والحياة عبر الاستحواذ على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي وتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي. مايكل وولف بكتابه الأشهر عالميا النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض أثار ضجة داخل البيت الأبيض وخارج الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهنا نعرض لليوم الثاني جزءا بسيطا مقتطفا من الكتاب ترجمها علاء الدين أبو زينة ونشرت في الغد. تحول ترامب السحري من مرشح مضحك إلى هامس بصوت ديموغرافي ساخط، إلى مرشح مثير للسخرية، ثم إلى رئيس منتخب يشبه رتقا في نسيج الزمن. كل ذلك لم يلهم في داخله أي حس أكبر بالتفكير الرصين، وبعد الصدمة بدا على الفور وكأنه يعيد إعادة كتابة نفسه كرئيس محتوم. تضمنت إحدى مناسبات نزعته التعديلية والمكانة الجديدة التي بدا وأنه يتقمصها الآن كرئيس معالجة أدنى نقطة في الحملة شريط بيلي بوش. لم يكن ترامب سياسيا يستطيع أن يميز بين فصائل الدعم والانتقاد، كان رجل مبيعات يريد إنجاز صفقة بيع. لقد فزت، أنا الفائز، أنا لست الخاسر، كان يكرر ذلك غير مصدق مثل لازمة. وصف بانون ترامب بأنه آلة بسيطة والتي يكون زر تشغيلها مليئا بالإطراء وزر إطفائها مليئا بالافتراء، وكان الإطراء يقطر وفيرا في شكل ثناء مفرط ومنفصلا تماما عن الواقع. كذا وكذا كان الأفضل الأكثر روعة الفريد من نوعه الخالد، وكان الافتراء غاضبا مريرا ممتعضا ودائما منبوذا يلقي به إلى الخارج ويغلق خلفه الباب الحديدي. كانت هذه هي طبيعة ترامب المخصومة في فن البيع. كان اعتقاده الاستراتيجي أنه ما من سبب يمنع إهالة الإطراء المفرط على مشتر محتمل، ولكن إذا تم استبعاد الهدف المحتمل كمشتر فإنه ما من سبب يمنع إهالة الازدراء والدعاوى القضائية عليه. فبعد كل شيء، إذا لم يستجيبوا للتذلل فإنهم ربما يستجيبون لإلقاء ثقالك عليهم وهم مرميون على الأرض. وقد شعر بانون ربما بثقة مفرطة بأن بالوسع تشغيل ترامب وإطفاؤه بسهولة. إلى شبكة البي بي سي والتي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: الحكومة الهندية تقول لا تخفيضات في السفر للحجاج المسلمين بعد اليوم. قالت البي بي سي إن الحكومة الهندية التي يهيمن عليها حزب بهاتاريتا جاناتا الهندوسي القومي قررت إلغاء سياسة منح تخفيضات سفر للحجاج المسلمين، وهي سياسة معمول بها منذ عدة عقود. واتهم حزب بهاراتيا جاناتا اليميني خصومه في حزب المؤتمر الهندي الذي اعتمد خطة مساعدة الحجاج المسلمين في خمسينيات القرن الماضي كمحاولة كسب لود الناخبين المسلمين من خلال منحهم تسهيلات منها
السفر لأداء فريضة الحج. وقال وزير شؤون الأقليات في الحكومة الهندية مختار نقفي إن الحكومة تريد مساعدة الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها أكثر من 175 مليون نسمة دون الخوض فيما أسماه طردية سياسية مبنية على أسس دينية تؤمن بالتنمية بكرامة. أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بنزروقي كما ذكرت صحيفة القدس العربي بأن مصالحها سترفع مطلبا للحكومة بإيقاف عملية الطلاق في حال مرض الزوجة بمرض خطير. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أكدت في ندوة في صحيفة المجاهد الحكومية أنه يجب تقدير الحالة النفسية للزوجات المريضات. وكانت بنزروقي دعت الشهر الماضي بمناسبة الذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري الذي يسقط حضانة الأم لابنها بعد الطلاق في حال زواجها مرة ثانية، وهو ما اعتبرته إجحافا بحق الطفل والأم، موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على سلطته التقديرية لمصلحة الطفل. من صحيفة الحياة نقرأ لكم ما ذكرته الصحيفة بأن ساعي بريد أرجنتيني يبلغ 47 من عمره أدخل السجن في باتاغونيا ليمضي عقوبة سنة وراء القضبان بعد إدانته بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل. وقال مفوض الشرطة الفيدرالية في روسون مارسيليو فيلاسكس قال إن المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريز على أكياس تحوي 19,000 رسالة تحمل طوابع لم تسلم إلى الأشخاص المعنيين، وتعود الوقائع إلى عام 2009، إلى أن الحكم على ساعي البريد في مدينة بوريتو مادرين الساحلية لم يصدر إلا عام 2015، وكان يقضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة حيازة رسائل بطريقة غير قانونية، وقد ثبتت محكمة الاستئناف ذلك الحكم. لكن ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد إلى تحويل العقوبة إلى سجن سنة لمدة سنة، وأصدر مذكرة توقيف في حقه، وأوقف شرطيون غوتيريز من غير إبداء مقاومة من جانبه ليقتاد بعدها إلى سجن روسون جنوب الأرجنتين. التضاد الذي يلعب أحيانا دورا من الجمال أو ربما التناقض الذي يولد الجمال أيضا نتابعه في هذه الصورة المختارة من صحيفة الديلي تيليغراف. من الصور إلى الرسوم، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم مع الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله.